قالت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله خلال مداخلة هاتفية مع برنامج وطني: إننا فخورون بكل إنجازات المرأة البحرينية، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية بذلت جهودا لإبراز نجاح المرأة في هذه المناسبة بمجال العمل الدبلوماسي، معبرة عن تهانيها للمرأة البحرينية بهذه المناسبة العزيزة. أنا اللي سعيدة الحقيقة وفرحانة أني اليوم أشارككم جميعا فرحة يوم المرأة البحرينية، وفخورة بإنجازات وتضحيات وعطاء كل امرأة ضمن مجتمعنا وأسرتنا البحرينية ما شاء الله. يعني ودي الحقيقة أن أتوجه بالشكر للجميع، وعندي شكر خاص لوزارة الخارجية، قيادة وطواقم عمل اللي هم الحقيقة ما أفنتهم ظروف الأزمة الصحية من توضيح مضمون يوم المرأة بالتعاون مع المجلس والتعريف به على أحسن صورة. المشاركة في ضمن هالبرنامج هي اللي أسعدتني، لأنكم أنتم اليوم تستضيفون عدد من الشخصيات من أخوات عزيزات وأخ كريم، هم الحقيقة من ضمن أفضل الكفاءات الوطنية ولهم بصمات ومساهمات نستشهد فيها دوم ونعتبرها مرجع ودليل لكل مجتهد ومخلص في عطاء للوطن. اليوم المرأة البحرينية وكما هي كانت دائما هي فعلا يعني أينما وجدت وأينما كانت تعمل وفي أي مجال أثبتت بأنها مرأة فعلا قديرة ومبدعة وقادرة على العطاء لهذا البلد المعطاء. ونأكد لك صاحبة السمو بأن اتصالكم بنا هو أصلا دافع لكل بحرينية وكل مساند للمرأة البحرينية أيضا للوقوف جنبا بجنب زيادة النماء في الوطن، زيادة العطاء. اتصالكم يا صاحبة السمو هو دليل كبير على الدعم اللي نحظى فيه من قيادتنا الرشيدة، وتشريف كبير لكل امرأة بحرينية اليوم. الله يحفظك، ما قصرتي. ودي في الحقيقة أكرر التهاني بهالمناسبة، وكل عام وانتم بخير والبحرين في رفعة وتقدم مستمر إن شاء الله تحت قيادة طويل العمر العاهل المفدى، وأشكركم. الله يحفظكم. الله يسلمكم. الله يعزكم. يطول في عمركم إن شاء الله.